تعمل إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز صناعة المجوهرات في مملكة البحرين من خلال تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة، والتي ساهمت بشكل كبير في جعل مملكة البحرين مركزا مرموقا لاستقطاب المستثمرين والتجار. للذهب في البحرين سمعة واسعة اشتهرت بها، وفي الحقيقة ما يميز المشغولات الذهبية سواء تمت صياغتها في داخل البحرين أو خارجها وهي واسم المشغولات أو ما تسمى بالدمغة البحرينية التي توضع عليها كدليل على أن هذه المشغولات خضعت للكشف وفقا لأحكام الإجراءات الرقابية من قبل إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين. وفي الواقع مصطلح الذهب البحريني يعني المصداقية والشفافية ووجود الدمغة على مشغولات الذهب. فالإدارة تحرص بالدرجة الأولى على وجود هذه الاشتراطات وعلى مطابقة هذه الاشتراطات في هذه المصوغات والمجوهرات قبل عرضها للتداول في سوق مملكة البحرين. اشتراطات ان هي مثلا ان في عندنا مجموعة من العيارات القانونية ابتداء من العيار 22 للعيار 14، المعادن الثمينة هي الذهب، الفضة، البلاتين. هناك يعني وجود علامة اللي هو الدمغة الرسمية للدولة قبل عرض هذه المصوغات للبيع والتداول في أسواق مملكة البحرين. اشتراطات فنية من حيث مادة اللحام، من حيث وجود عناصر فعالة، الخلطات هي الخلطات المستخدمة في المعادن الثمينة. هاي بشكل عام الاشتراطات اللي هي الخاصة بالمعادن الثمينة أو مصوغات المعادن الثمينة في مملكة البحرين. يخدم الجهاز الرقابي التجار في مملكة البحرين وفي دول المنطقة المجاورة، حيث يتم إحضار بعض المصوغات الأجنبية بهدف وسمها بالوسم الرسمي لمملكة البحرين وإصدار شهادات بنتائج الفحص وإعادة تصديرها بحكم قيمة الوسم أو ما يعرف بالدمغة البحرينية. طبعا عندنا طريقتين للتحليل، الأولى هي طريقة XRF، طريقة ما تسوي دمج للمصوغ، ما تخربه، مباشرة بتعطينا النتيجة مال المعدن الثمينة سواء كان ذهب، فضة أو بلاتين، نستخدمها للثلاثة المعادن. الطريقة الثانية وهي الطريقة الرئيسية اللي هي طريقة الفاير أسي يسمونها، طريقة كيميائية. فحص ووسم مشغولات المعادن الثمينة تمتلك آلية عمل تتلخص في مراحل متتالية، حيث تخضع مشغولات المعادن المحلية الصنع والمستوردة إلى فحص كيميائي وفحص إشعاعي، وبعدها يتم وسم المصوغات المجازة بالوسم الرسمي لمملكة البحرين والذي يدل على نوع المعدن والعيار القانوني، حيث هناك الوسم التقليدي والآلي والوسم بتقنيات الليزر. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.